ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وكالعادة عندنا فيديو جديد وفيديو مميز هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الجديدة والحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وبتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضمي لينا، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك، أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده عندنا أداة التقطيع او الفرم دي اللي تقدري من خلالها تقطعي او تفرمي جميع انواع الخضار زي الجزر او البصل او البطاطس او الخيار. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الشماعة دي، وهي بتشيل كمية اكبر من الهدوم، تقدر ان انتي تنظمي عليها مختلف انواع الطرح اللي بتكون عندك او الكرافتات او التيشيرتات او الملابس الداخلية. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم ده، تقدري تثبتيه على الحوض عندك وتثبتي عليه وتنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ. بعد كده عندنا منظم البيبسي ده، تقدر ان انتي تنظمي فيه علب كنزات البيبسي او العصاير، وطبعا هو بيديكي شكل منظم وجميل جدا جوه التلاجة. وبعد كده معانا القطعة دي او القطاعة دي، تقدر ان انتي تقطعي بيها البطيخ بكل سهولة من غير مجهود، تقدر ان انتي تقطعي البطيخ مكعبات كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد كده عندنا أداة التثبيت دي، تقدري تثبتي عليها غطيان الحلل وأدوات ولوازم المطبخ. بعد كده عندنا أداة التثبيت دي، تقدري ان انتي تثبتيها عندك في الحمام وتثبتي عليها أدوات ولوازم الحمام اللي بتكون عندك، وطبعا تقدري تثبتيها عندك في المطبخ وتعلقي عليها المعالق وأدوات المطبخ. بعد كده هنا معانا منظم للحمام، تقدري ان انتي تثبتيه عندك على الجدار وتثبتي عليه الشامبوهات والكريمات وادوات الحمام بتاعتك. بعد كده عندنا الجهاز ده، وهو بيكون مخصص لسحب الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس اللي بتشيلي فيها المفارش او البطاطين، وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جوه الدولاب. وهنا بقى عندنا جهاز الشوي ده، وهو طبعا بيشتغل عن طريق الكهرباء، وطبعا بيجي معاه الادوات اللي ممكن تحتاجيها للشوي كلها زي الشبكة او الصينية او الاسياخ اللي تقدري تشوي بيها اللحمة او الفراخ او الخضار او الشيش طاووق، وتقدري تشوي عليه كل الاكلات اللي انت بتفضليها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الغسالة الحديثة دي، او تقدري تسميها الغسالة الميني، تقدري تغسلي فيها الشرابات او الملابس الداخلية، وبيجي فيها زي خرطوم صغير كده تقدري ان انتي تصفي بيه المية بكل سهولة، وكمان بيجي معاها منشفة تقدري ان انتي تنشفي وتعصري بيها الهدوم اللي انتي غسلتيها. بعد كده عندنا القطعة دي، تقدري ان انتي تفصصي بيها الدرة بكل سهولة وبطريقة سهلة وسريعة جدا. بعد كده عندنا منظم الزيوت، تقدري ان انتي تثبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة وتنظمي عليه الزيوت او الصويا صوص او الخل، وتستخدميهم بكل سهولة وانتي بتطبخي. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض معانا القطعة دي، والقطعة دي بتكون مخصصة لتقشير البيض، تقدري ان انتي تقشري منها البيض بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو.
بعد كده عندنا أداة التثبيت دي أو المنظم، تقدري إن انتي تثبتيها عندك في أي مكان في البيت، وتقدري إن انتي تنظمي عليها مختلف الأدوات اللي انتي بتستخدميها دايما. بعد كده عندنا القطعة دي اللي تقدري تثبتيها عندك على غطا كرسي الحمام، وتقدري إن انتي تقفلي الغطا أو تفتحيه بكل سهولة من غير ما تلمسي قاعدة كرسي الحمام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الأحذية ده، طبعا شكله جميل جدا، وغير كده بيساعدك على تنظيم وترتيب الأحذية المختلفة اللي بتكون عندك بحيث ان هي ما تفضلش مرمية عندك على الأرض. عاوز اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي أدوات منزلية وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الإشعارات عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده. بعد كده عندنا المغرفة الكبيرة دي أو تقدري تعتبريها مصفى، وهي بتبقى ستانلس تقدري تصفي بيها الأكل المسلوق أو المقلي. وبعد كده على طول تعالي نشوف مع بعض عندنا كاسرولة للزيت، وهي بتشيل كمية كبيرة من الزيت وبيجي معاها مصفى بتساعدك على ازالة الشوائب او اي حاجة من الزيت. بعد كده معانا المنخل الجديد ده، وطريقة استخدامه بتكون سهلة وسريعة جدا، بتوفر عليك الوقت والجهد. بعد كده عندنا أداة التنظيف دي، وهي بتيجي عبارة عن فرشة وبيجي معها جزء تاني كده بيساعدك على تنظيف القطع الصغيرة أو الأماكن اللي بيبقى صعب عليكي تنظيفها، فالأداة دي بتساعدك على تنظيفها وبتساعدك ان انتي توصلي لها بكل سهولة. بعد كده عندنا الأداة اللي تقدري تعملي من خلالها كرات اللحمة أو كرات الفراخ بكل سهولة. بعد كده عندنا هنا منظم الاكياس، وهو بيبقى مصنوع من القماش تقدري ان انتي تنظمي فيه جميع الاكياس اللي بتكون عندك وتثبتيه جنب التلاجة، وتقدري تنظمي فيه الاكياس العادية او الاكياس الرول. بعد كده معانا الطبق ده اللي بيجي متوفر معاه مصفى، وطبعا الطبق ده بيبقى ضد الكسر، تقدري تستخدميه في تنظيف وتصفية الخضار او الفاكهة او الفراخ او اللحمة اللي عندك، وطبعا تقدري تستخدميه كطبق تقديم تقدمي فيه الفاكهة او الخضار او اي حاجة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الزعافة اللي تقدري تستخدميها في تنظيف الحوائط او الشبابيك او النجف، وتقدري تستخدميها في مختلف الاسطح اللي بتكون عندك، وطبعا هي بتشتغل عن طريق الشحن، وكمان تقدري انك تتحكمي في طولها وتوصلي للمكان اللي انت عاوزة تنظفيه بكل سهولة زي ما هتشوفي معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا المنشر ده اللي تقدري تنشري عليه الهدوم المغسولة، او ممكن تستخدميه عندك في الحمام وتنشري عليه الفوط، وهو بيكون ليه كذا استخدام. بعد كده عندنا أداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك على كباس الكهرباء، وتقدري ان انتي تثبتي عليها الموبايل والشاحن او الريموت. بعد كده عندنا أداة تثبيت تقدري ان انتي تثبتي عليها مختلف احجام بوتسان الحلل اللي بتكون عندك او قطعة الخضروات. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم ده اللي تقدري تنظمي فيه جميع انواع المكرونات او البقوليات والرز. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي تقدري تستخدميها في تشكيل عجين المكرونة. بعد كده عندنا أداة إزالة الوبر، تقدري ان انتي تشيلي بيها الوبر من على الهدوم او الكنب او الملايات. وهنا معانا منظم أرفف الأطباق ده، تقدري ان انتي تستخدميه وانتي بتطبخي وتحضري فيه الخضار اللي هتستخدميه وتقللي من زحمة الأطباق عندك على الرخامة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المعلقة دي،
ودي بتساعدك تعايري بيها الرز او الدقيق او البقوليات اللي بتكون عندك، وتقدري ان انت تثبتيها في الكيس اللي انت استخدمتيه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المنشر ده اللي بيجي معاه مجموعة من المشابك، تقدري ان انت تثبتيه على الحيطة كده بكل سهولة وتنشري عليه الشرابات او الملابس الداخلية. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم التوابل ده تقدري ان انت تثبتيه عندك على جدار المطبخ بكل سهولة، وهو بيجي عبارة عن 3 أدراج شفافين كده ودرجين فوق وتحت، وطبعا تقدري ان انت تنظمي فيه التوابل اللي انت بتستخدميها. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك في دولاب المطبخ، وتقدري ان انت تثبتي عليه ادوات ولوازم المطبخ زي الحلل والطاسات والاطباق. بعد كده عندنا اداه التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار بكل سهوله في الحمام او في المطبخ، وطبعا تقدري ان انت تنظمي عليها مختلف انواع واحجام الاطباق اللي بتكون عندك. ودلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهوله. بعد ما شفنا مع بعض مجموعه من المنتجات المتميزه اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة. والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدر ان انتي تستفيدي منها وتستخدميها بكذا طريقة مختلفة. كمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. بصي بقى، انت تقدري تجيبي المنتجات دي ب3 طرق. طبعا انت اللي تقدري تحددي وتختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات والمنتجات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما بالنسبة لمصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. بعد كده الطريقة التانية وهي الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن على حسب المحافظات طبعا اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية دي وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بقى بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او بتبقى موجودة في المولات اللي بتبيع الادوات المنزلية دي زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو عجبتك اتمنى تدعميني وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقدري انك تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.